يقيم مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة مثل ما ذكرنا قبل شوي. هذا الموضوع هنتكلم عنه، سلامة أطفالنا، في مجمع الأفنيوز بمشاركة اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل وجهات رسمية ومجتمعية بهدف نشر الوعي لحماية أطفالنا. يأتي ذلك استكمالا لدور دولة الكويت المستمر عبر مؤسساتها المختلفة في رعاية وحماية وحفظ حقوق الطفل. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. هم المستقبل، لم تقفل دولة الكويت يوما عنهم، فأطفالنا لابد أن ينشأوا في بيئة متكاملة ترعى العقل والبدن، فدولة الكويت جسدت أسمى الطاقات للاهتمام بهذه الفئة التي تراها سواعد لبناء كويت الغد، ساعية بجهد لا يخيب لتوفير بيئة صالحة لهم. توفير رعاية صحية لائقة بهم من خلال مراكز الرعاية الصحية، وذلك للحفاظ عليهم وغرس السلوك الصحي الإيجابي لدى الأسرة. ويكبر الطفل شيئا فشيئا، فيزيد الاهتمام به تنشئة وتربية وتعليما، فتبذل الدولة جهودا كبيرة في المجال التعليمي للطفل، إذ أولت هذا الأمر اهتماما بالغا عبر رعاية التعليم بكل مراحله. ولم يغفل المشرع الكويتي الحفاظ على حقوق الطفل والأسرة، فكان حاضرا وسباقا في سبيل حماية الطفل وحقوقه منذ عشرات السنين بتشريعات توافقت مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل عام 1991. مشروع قانون الطفل الذي أقره مجلس الأمة عام 2015 يعد خطوة أخرى يخطو بها المجلس نحو تأكيده على أهمية حماية الطفل وتنشئته ببيئة ومجتمع سليم، إذ ينظم نواحي حياته الاجتماعية والصحية والتعليمية منسجما مع روح اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة. ويؤكد حرص دولة الكويت على الاهتمام به وتوفير كل السبل والإمكانات لضمان العيش الكريم له. رعاية الطفل جهد لا يقف، مستمر بهمم المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في دولة الكويت التي كانت حاضرة في توعية الأسرة بحقوق وواجبات رعاية الطفل من خلال إطلاق اليوم التوعوي لرعاية وسلامة أطفالنا. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما تابعنا في التقرير فإن دولة الكويت حريصة على الاهتمام بالطفل من خلال العديد من الفعاليات، ومن بينها معرض سلامة أطفالنا الذي يعد توعية لأجل الطفولة والحفاظ على حقوقهم. حديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الدكتورة منى الخواري مدير مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة. دكتورة منى صباح الخير، سعداء جدا وجودك معنا في العالم هذا الصباح. حوارنا إن شاء الله دكتورة منى راح ينطلق إن شاء الله، ولكن استسمحك نعرض هذا التقرير ومن ثم إن شاء الله لنعود. أذكر طفولتك؟ أذكرها. تذكر تفاصيلها؟ إيه أذكر تفاصيلها الحلوة والمرة. أثرت فيك؟ كل شيء يترك أثر. طفولتك معاك في شبابك، وحتى لما يخط الشيء براسك كل شيء تتذكره. عشان كذي لازم تهتم بأطفالك سلامتهم، لأنهم باكر بيكبرون ويتذكرون شلون حافظت على سلامتهم. سلامتهم النفسية، سلامتهم الجسدية، وسلامتهم الذهنية. لازم تحميهم وتعرف حقوقهم. راح يشكرونك باكر. راح يشكرونك باكر. راح يشكرونك لأنك حافظت عليهم وساعدتهم يكبرون بصحة وسلامة. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما لاحظنا الإعلان اللي فات واللي أكد على ضرورة الاهتمام بسلامة أطفالنا، حديث إن شاء الله أكثر حول هذا الموضوع. يسعدنا أن نرحب من جديد بالدكتورة منى الخواري مدير مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة. حياك الله دكتورة منى، مثل ما تابعنا هذا الإعلان كلمينا عنه. الإعلان صراحة يعني ما توقعنا أنه ياخذ صدى كبير، يعني بعد ما احنا سويناه. هو اعلان داخلي، يعني اقصد كل المشاركين في الاعلان،
من كلمات، من إعداد، من إخراج، من مثل الناس اللي ظهروا على الإعلان، كل من مكتب حماية الطفل. طبعاً استعنا بمصور اللي صور لنا الإعلان علشان الخبرة بالتصوير. صحيح. فيعني أنا سعيدة جداً إنه أخذ صدى كبير صراحة، ومشاهدينا كان عدد كبير، يعني وصل 11,000 ما شاء الله تبارك الرحمن. وين بثيتوا؟ إحنا عفواً وين بثيتوا؟ بثينا صراحة بالإنستغرام للمكتب الKNCPP وما قصروا، بعض القنوات كذلك عرضتها يعني في كل مقابلة مثل هالمقابلة هذه. طبعاً إحنا قصدنا لو تلاحظين هي رسالة حبينا نوصلها بسيطة وواضحة ومؤثرة، إن كل شيء يترك أثر عند الطفل. صحيح. فإذا ما حفظنا عليه وهو صغير راح يتأثر لما يكبر، وراح ينعكس على حياته وعلى حياته، سواء كانت العلاقات الاجتماعية أو حياته كمستقبل وكمهنية. فمهم جدا أن نحافظ على الطفل في كل نواحي، النفسية، الصحية، الجسدية، لأن كل شيء يترك أثر. وهذا الهاشتاج، وباكر راح يشكرونك، وهذا الهاشتاج الثاني، لان انت اذا ما حافظت فعلا على الطفل هذا ونميته وكبرته بالنهايه يعني انت استثمرت فيه. فالحمد لله ان يعني الرساله كانت قصيره وواضحه لكن مؤثره. احنا طبعا منبعها من تاثير سوء معامله الطفل على نفسيته وعلى بشكل عام الاثار المترتبه عليه من بعد الاعتداء. يعني ما شاء الله رسائل قيمة، يعني هدفها راقي جدا، خاصة أن الطفل مثل ما أنت تعرفين دكتورة منى هو نواة المجتمع. صحيح. وهم رجال المستقبل، فاهتمامنا فيهم هو اطمئنان لمستقبلنا المبهر إن شاء الله. طيب أقمت ما شاء الله عليكم في مكتب، أيضا مكتب حماية الطفل أيضا أقمت، أو باكر إن شاء الله راح ينطلق معرض سلامة أطفالنا. كلمينا أكثر عن هذا المعرض. المعرض سلامة أطفالنا هو طبعا إحدى البرامج التوعوية اللي نحب إن إحنا نوصل فيها للمجتمع وللناس لنشر الوعي والثقافة في حقوق الطفل. فكذلك جاءت الفكرة إن إحنا نحطه في بوث واحد. بس أعرف عن نفسنا، يعني إحنا كمكتب حماية الطفل يمكن هي الجهة المنفذة، لكن إحنا تحت إطار اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل، وهي لجنة مؤسسية منها مؤسسات حكومية وغير حكومية، وهذا يعني إحنا يدل على التعاون بيننا وبين بعض في حماية الطفل. فإحنا مو بس وزارة الصحة، لكن في معانا وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الشؤون، الإعلام طبعا لهم دور كبير، جامعة الكويت، مكتب الإنماء الاجتماعي، بالإضافة إلى روابط لها يعني نشاط بحماية الطفل. يعني ما شاء الله تضافرت عدة جهات معكم. بالضبط، وهذا كان القصد، إن إحنا نتضافر بالجهود ويصير يطلع لنا نتائج مثمرة أكثر من كل جهة تعمل على بحدة. فاليوم التوعوي هذا نتاج طبعا نقول التضافر والتوصيات، ان اهميه التواصل مع المجتمع. الفكره ان احنا نبي نوصل ثقافه حقوق الطفل، ومثل ما تعرفين حضرتك القانون حقوق الطفل اللي صدر في عام 2015 رقم 21 عني بحقوق الطفل جميعها، وكان معتمد منه من اتفاقية حقوق الطفل اللي اصلا صادقت عليها دولة الكويت في 1991. صحيح. القانون شمل جميع الحقوق من رعاية من ولادة الطفل الى عمر 18 سنة. فعني في او في بنود معنية بالولادة، معنية برعاية الام، رعاية الطفل العامل، معنية بالرعاية الصحية للطفل، الرعاية الاجتماعية، التعليم والثقافة كذلك، يعني مهم جدا ثقافة الطفل، بالإضافة إلى الحماية الجزائية ووضع عقوبات. الحماية الجزائية هي تقريبا الجزئية اللي يعمل فيها مكتب حماية الطفل، لأن هي المختصة بأي اعتداء أو سوء معاملة واقع على الطفل. فوضعت تدابير وآليات من خلال اللجنة ومنفذة من خلال المكتب، وكان هذا بإنشاء وتكوين فرق حماية الطفل اللي موجودة حاليا في المستشفيات. إذا أرجع بس للمعرض، طبعا المعرض هو قسمنا يعني بوث واحد أساس إن إحنا نقول جزء واحد، كيان واحد، إحنا مو متفرقين، إحنا مع بعض. هذه الرسالة اللي بنوصلها. فيها سبع مناطق.
منطقة أولى اللي هي للرعاية الصحية، نقدم منها من خلالها معلومات تامة عن التحصينات والتطعيمات وأهميتها للطفل. جميل. كذلك عن التغذية السليمة، جنطة المدرسة شنو يحطون فيها أكل، في ريسبز يعني مكونات أكل اللانش بوكس بالضبط، الرضاعة الطبيعية وأهميتها، وفي كذلك في الجزء الطبي مثل يعني تعليم عن إنعاش الرئوي القلبي. فرح يسوون كل ساعة تقريبا على مانيكان شلون طريقة انه ممكن انت تنعش طفلك لا سمح الله اذا صار شيء في البيت. جميل. بالاضافة لمعلومات اخرى مفيدة عن الادوية عن السموم وغيرها. المنطقة الثانية اللي هي منطقة خاصة بتقريبا وزارة الداخلية خلينا نقول، اللي هو أمان بالشارع أو بسلامة المرور، ففيها كذلك معلومات واللي ذكرت في قانون حقوق الطفل عن منو الشخص اللي يركب البقي، شنو الضوابط فيها، ربط الحزام، أهمية وضع الطفل الصغير في المقعد الخاص بالسيارة، ورح يصير في كذلك عرض للموضوع هذا. نعم. المنطقة الثالثة اللي هي متخصصة بسلامة الإنترنت. احنا عارفين، انا يعني اعتقد اقول هاي سلامة الإنترنت نوع جديد من انواع العنف، يمكن صحيح. بعدين تتصنف كنوع بحر كبير بالضبط. وعالم كبير، يعني لها فوائد ما ننكرها لكن لها مساوئ كثيره، سلاح ذو حدين. فحابين ان احنا نوعي الاهل فيها فوائد، وخلي طفلك لكن تحت رقابتك وتحت ضوابط معينه انت لازم تسويها. نعم. ومن خلالها راح يكون في استبيان، نحب ان نعرف راي الام راي الاب باستخدام ولدهم او طفلهم الشاشه الالكترونيه هذه، هل هم عندهم فكره عن ايش كثر المفروض ان كم ساعه الطفل يتعرض للشاشه هذه؟ صحيح. فيها قوانين وموضوعه من منظمه الصحه العالميه ومن الجمعيات الامريكيه الصحيه الامريكيه. نعم. ان في اوقات للشاشه، مو اي الطفل ما يقعد 24 ساعه مجابل الايباد ولا غيره. صح. فهذه كلها معلومات ان شاء الله راح يتلقونها من خلال هالمكان، وبالاضافه الى شلون ممكن يتحكمون بالطفل انه يخلوا له والله وقت محدد ويطفي الجهاز عنده. نعم. فهي كلها معلومات راح تنعطى. يعني انا مثل ما لاحظت وسمعت منك دكتوره منى، جميع الفعاليات موجهه كارشادات. نعم. للكبار، ارشادات توعويه اذا نقدر نقول. طيب ما خصصتوا بعض الفعاليات للطفل نفسه؟ بلى، في اللي هو سميناه تشايلد افينيو لانه هو موجود بالافينيو. نعم. فمن خلاله راح يكون في طبعا رسم، نخلي نطلع ابداعات الطفل من خلال الرسم، من خلال في يعني راح نعطيهم التابلت يلعبون فيه بس في تحت ضوابط وقوانين، وراح يكون فيس بينتينج للطفل، يعني اشياء بسيطه، يعني مثل ما نقول فعاليات ترفيهيه للطفل. ترفيهيه بسيطه بس ما للطفل. في مثل ما حرصت تكون هناك بعض المحاضرات المخاطبه بلد. للطفل نفسه يعني راح يكون احنا طبعا لأن يوم توعوي رح يكون ثقيل لو حطينا محاضرات والمكان، بس إن فيها في نقدر نقول محاضرة أو جلسة. صحيح. رح تكون بعد الافتتاح باكر الساعة 4 مع الدكتور أحمد عبد الملك، من خلالها رح تصير في أسئلة وأجوبة ويعني مناقشات مع الأهل إن شاء الله. نرجع الحين بعد ما تحدثنا عن معرض سلامة الطفل، واللي أكيد أتمنى لكم كل التوفيق فيه، وأتمنى من المشاهدين الحرص على زيارة هذا المعرض لما له من قيمة ورسائل قيمة، يعني يستحق أن الشخص فينا يزورها ويتعرف عليها. طيب الحين خلينا نتكلم عن خط مساندة الطفل، يمكن البعض ما سمع عنه وهو 147 لتلقي أي شكاوى عنف ضد أي طفل. خط 147 ومثل ما سميتي خط مساندة الطفل، لأن احنا نقصد أن نساعد الطفل من خلاله. عفوا، هو طبعا أنشئ كذلك من وزارة الصحة كتوصية من اللجنة بعام 2016. نعم. للأسف حاليا هو تحت التحديث، يمكن الناس تتصل ما تلاقي، بس لأن احنا نبي نطوره، فعشان كذي توقف لفترة من الزمن. وعلى الانستغرام الـ KNCPP في الرقم البديل اللي ممكن يتواصلون معانا من خلاله عن طريق الحافظه الحين. نعم. والله محافظته بس. نعم. في الـ KNCPP بس موجود في الموقع. موجود في الموقع. نعم. فالخط هذا احنا معني انه تسهيل التواصل بيننا وبين الناس وبين العامة والطفل بالأخص، فممكن أي شخص يتواصل معنا من خلاله، ينقل البلاغ عن طريق الكول ايجنت أو ضابط الاتصال إلى فريق الحماية على حسب المنطقة السكنية، وتتم الإجراءات سلسة من خلال فريق الحماية باستدعاء الطفل والتأكد من البلاغ هذا مع التقييمات المختلفة. نعم. التقييم الطبي، التقييم الاجتماعي، النفسي،
وإذا شفنا أن الحالة محتاجة إلى رفع الإجراءات القانونية تحول إلى الإجراءات القانونية. يعني أنا أحييكم على هذه الجهود الكبيرة والكثيرة والتي تعني أيضا أو تعني بالأساس بنواة المجتمع اللي إحنا إن شاء الله نتمناهم رجال ونساء المستقبل. كل الشكر لوجودك معنا دكتورة منى الخواري مدير مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في المعرض وإن شاء الله نزوركم، وأتمنى أن الناس تزورنا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن